شو هي المأكولات اللي بتزيد من حجم الأرداف؟ هي أصلاً المأكولات اللي بتزيد من خلايا الدهون بجسمنا أو حجم الدهون، اللي هي بيكون مصدرها يمكن من الدهون، كمان يمكن مصدرها من السكر والنشويات. بس شغلة كتير مهمة ننتبه لها، إنه الأشخاص اللي بيكون طبيعة شكل جسمه عنده أرداف أو بطن عند الرجال، هو لأنه بيكون صار في زيادة وزن خارجة عن الطبيعة بين عمر الولادة ل3 سنين وبين 9 ل12 سنة عند البنات و12 ل15 سنة عند الشباب، مما بيؤدي لحجم أرداف أو حجم بطن، لأنه بهيدا العمر فيهم يزيدوا عدد الخلايا. أما إذا صارت السمنة من بعد 18 سنة بصفي حجم الخلية عم بيزيد. عشان هيك كتير مهم ننتبه لأكل ولادنا بعمر بالأول، مش مزبوط يقولوا إنه نتركهم بعدين بيرجعوا هن بيزبطوا جسمهم. أما شو هي المأكولات اللي بتعبي الخلايا أكثر مواد دهنية؟ كل شيء جسمنا خارج عن طاقة الحرق تبعه، يعني أكثر مما هو بيقدر يحرق بده يتحول لدهن ويزيد حجم خلية الدهن بجسمنا. شو هي هالمأكولات اللي بتعطينا طاقات كتيرة من دون كميات بتكون كميتها قليلة؟ أكيد المواد الدهنية، وخاصة الدهن المشبع saturated fat، يلي هو موجود بكل شيء، مأكولات حيوانية من لحمة أو دهون أو دهن أو زيوت. بس الزيوت أكيد نحن منحبس إنه يأكلوا الزيوت بس بكمية قليلة، ويكون زيوت مصدرها نباتي مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا. المأكولات كمان اللي بتقدر تسبب كتير بزيادة خلايا الدهون وحجمها هي المأكولات المصدرها نشويات، مثل الخبز، مثل العجين، مثل الحلو والسكر السريع، مثل كل شيء عصائر، لأنه العصير بيتحول دهن كتير. مشان هيك أفضل ننتبه إنه نتناول ألياف أكتر كرمال تنخفف من امتصاص الدهون وخفف من سرعة امتصاص السكر. نستبدل السكر السريع بسكر أبطأ، يعني النشويات الكومبلكس كاربوهيدرات اللي هي يمتصها جسمنا بكمية بطريقة أبطأ وبتشبعنا أكتر. ناكل خضرة بكمية كبيرة، ناكل الفواكه ما نشربها كعصير، ما نشرب شيء فيه سكر، أي قصدي المشروبات الغازية أو الشاي اللي منزد له سكر يلي هلأ أكثر شيء عم ينشرب واللي هي كمان فيه كمية سكر كتير عالية. نستبدل المواد الدهنية المشبعة بغير مشبعة، يعني نخفف من أكل اللحوم، نأكل أكثر لحوم بيضة مثل الدجاج أو الحبش، نأكل أكثر أسماك وخاصة الأسماك الدهنة، لأنه الأوميجا 3 الموجود بالسمك كتير مهم كرمال يساعدنا للتخلص من هيدي الدهون ويعطينا الدهون المنيحة لجسمنا وخاصة لخلايا الدماغ. ناكل أكثر البقوليات بشكلها الأساسي، يعني الرز الكامل، القمح الكامل، ما ناكل الخبز الأبيض، ناكل الخبز القمحة كاملة، ما نتجنب كتير الخبز مثل الخبز المصنع كتير مثل الباجيت يلي بينزد له إضافات كمان دهون مثل زبدة أو غير شيء. نتناول كتير العدس، الفاصوليا، الحمص، هدول بقوليات كتير منيحة كتير غنية بالألياف. الكينوا يمكن استبدال الرز بالكينوا اللي هو كتير مصدر أساسي إن كان للألياف، كمان لأنه كتير غني بالبروتينات وغني بالمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم. ومثل ما قلت قبل، أهم شيء نجرب نفوت الخضرة لكل وجبة، حتى منبلش بوجبة الفطور والغداء والعشاء. كمية البروتينات لازم تكون أساسية بالأكل، بس مش هي كل شيء، مش ناكل بروتين على حساب النشويات.